الرحيم. هذه اول تباشير الصيد الليله، شهريه صغيره، ترجى ان شاء الله يجي لابوه ولا الام ان شاء الله. قول ان شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. Lost. Maybe big little. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، هذه ثاني واحدة تقريبا نفس المقاس، يمكن اكبر برقم، لكن ان شاء الله ترى الجاي يجون الكبار باذن الله. ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله، تحسن الحجم بالتدريج، ان شاء الله يجي اكبر من هذه ان شاء الله. بعد الصبر زين، كل مطرود ملحوق، ان شاء الله يجينا زين ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. سلوس وصيدة بالطفاحية، عطلة طفاحية، هاي ثلاث سلوس. حلالي ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، مثل ما تشوفون حلالي. الليلة إن شاء الله طيبة، كل ليلة إن شاء الله طيبة. شعاري ثنتين أحجامهم طيبة، لله الحمد حلالي، اللهم يزيد يبارك. ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قرقور القباقب، طلعنا اليوم قبقب مثل ما تشوفون. تبارك الله، يعني احجام حليوه، مو صغيره لكن حليوه ولا هي كبيره.
المرقه ممتازه. شوف ما شاء الله تبارك الله، اللهم يزيد يبارك، اللهم يزيد يبارك ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الليله بعد طلعنا قبقب القرقور لما تشوفونه. خوش كواكب. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله تبارك الله، هذا حجم حليو، وهذا تقريبا خاتمة حداقنا الليلة. نريح وإن شاء الله باكر يكون أفضل وأفضل ما شاء الله تبارك الله. يبيلك يبيلك بعد يبيلك، كرر كرر، مور 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 افتر، ان شاء الله يصير رايت ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أول صيد الليلة، شهرية صغيرة، يعني اللي ملاحظينه رطوبة والماي والماي حارة، وهذه سمكة ما ترتاح عليها، علشان يعني هالشيء هذا الصيد ضعيف شوي، لكن إن شاء الله نترجع إن شاء الله خير، اللهم يزيد يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما قلنا الأحجام، لكن هذا الله يسلمكم شحم، هذا شحم عجيب طالع مع الحر، شحم حليب ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الشهرية الثانية اليوم، هذه الأحجام اللي قاعدة تطلع، لكن الحمد لله على الأقل يطلع شيء ونسنا، اللهم لك الحمد والشكر ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، هذه أول صيد الليلة طلعناها،
حجم طيب ما شاء الله تبارك الله، الله مجيد يبارك، حجم حلو ان شاء الله يجي لي اكبر منه ان شاء الله. تبارك الله هذه الحيوات طقت الكف. ما شاء الله تبارك الله، اللهم زيد بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا صيدنا اليوم كنا مجوه وميتي، يعني هنا ما تقعد السيل نسخونه والمنشوش نسخونه كله مجوه، وهذه طلعنا واحده كبيره كبيره، الباقي اغلبها مش خالص. هذه شوي زينه ان شاء الله يتحسن الصيد. الحرس غيره ما شاء الله تبارك الله، يعني ان شاء الله شوي تحرك النافذ، الله يزيد بارك ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله هذه قفقف نثيه، النثيه هي طيبه. احنا المره ما صدنا بالسناره بالقبال بالكركوكه، لكن المره طلعنا أخيرا بين ياك الفطار، الفطارة طيبة، اللهم يجزيك بارك، هاي السنارة قاعد تنفخ، إن شاء الله تحسن الصيد، ونطلع غيره إن شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، حسن الحال. شوت شوت.
واخيرا صاطع. اخيرا صاطع. جود جود فيري جود. يلا انا ذر انا الحين مستمرة معانا مشوه ظاهر اليوم تحسن الجو ومشوه حركته يعني ميزة الجو إذا تحسن أن المشوه تكثر وتنتف لي لكن نقول الحمد لله وإن شاء الله يجينا الرحمن الرحيم هذه وحارة ثانية بس صغيرة يعني لا الحين ما بين علينا شيء يعني الكبار لكن يمكن ان شاء الله تطلع علينا شيء ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اخيرا بينت معانا الدخانه مع السناره الكبيره على الصغيره هذه اللي حق لك شفناها والله جابها السواد تبارك الله تبارك الله الله يجزيك تبارك الله طيبة طيبة يلا ان شاء الله يجي خير هذا ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اوريكم مدار وانا شلون مطلوب كاط السنارة حاط في الميدار نص سلس السنارة ما انبرد هل حطتها فيوم جيت اطويها لقيت الميدار مطروج بالطريقة هذه انا حصل اني القى ميادير دائما معوجة او مطروقة لكن بالطريقة هذه اول مرة اشوف الميدار ينطرد بالطريقة هذه شنو اسمته اللي طابقته الله واحد ما شاء الله تبارك الله هذه أول صيد الليلة شيء طيب يعني حجم زين رجع إن شاء الله يجينا أكبر منه إن شاء الله الحمد لله ما شاء الله تبارك الله رجع فيها ما شاء الله تبارك الله بسم الله الرحمن الرحيم هذه أول صيدة طلعناها هني بالطباعية يعني من اليوم ما كان في نابر بالمرة وكنت جاية بشيل السنارة بطويها سبحان الله ولكن يوم سحبتها ولا هذا الشعري الطيب ما شاء الله تبارك الله حتى بالخيرام ما طلعتها اللهم زيد بارك ما شاء الله تبارك الله خلاص هونت برد السنارة